إذاعة سلطنة عمان. قصص قصيرة. اختيارات يومية من أدب القصة. يقرأها لكم كل يوم سليمان بن علي المعمري. إخراج حمد بن سعيد الحبسي. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القصة القصيرة. بقة ورود زرقاء قصة للشاعر والكاتب المكسيكي المعروف الحائز على نوبل أوكتافيو باس. استيقظت وأنا أتصبب عرقا. كانت الأبخرة الساخنة تتصاعد داخل غرفة مشيدة من الطوب الأحمر التي رصفتها بالماء قبل نومي. خطفت بصري هذه الفراشة بجناحيها الرماديين بحومها حول بؤرة صفراء. انتفضت من أريكتي. صرت حافيا داخل غرفتي حريصا ألا أطأ عقربا هاجر زحرة لينعم بنسمة هواء باردة. اقتربت من النافذة الصغيرة. استنشقت ملء رئتي نسيم الريف. سمعت تنفس الليل الهائل والرقيق. عدت بعدها لمنتصف الغرفة. أفرغت ماء الدورق في الطشت المعدني. بللت فوطتي ودعكت بالقطعة المبللة رقبتي وقدمي. جففت أعضائي وارتديت ملابسي بعد أن تحققت أن ثناياها خالية من الحشرات. ثم انتعلت حذائي. هبطت درجات السلم متخطيا الدرجة الخضراء ووجدت صاحب الفندق جالسا عند مدخله. رجل أعور ومتحفر يجلس على مقعد صغير من التول يدخن بعينين شبه مغمضتين. سألني بصوت أجش: إلى أين؟ سأتمشى هنا، الجو حار. لكن هنا لن تجد أي حياة الآن، كذلك لن تجد إضاءة في الشوارع، ابق هنا أفضل. طبطت على كتفه وهمست في أذنه: لن أتأخر. دخلت بعدها في ظلام دامس. في البداية لم أرى شيئا، فصرت أتلمس طريقي في الشارع المرصوف وأشعلت سيجارة. سطع القمر فجأة من خلف سحابة سوداء فأضاء جدارا أبيض وفتت بالتدريج قطع الظلمات. وقفت أمام بياضه مشدوها فاقدا بصري. سمعت صفير الريح وتنفست أريج التمر هندي. كان الليل يهتز بحشراته وورقات أشجاره، وكانت الضفادع كامنة في معسكرها بين الحشائش الطويلة. رفعت وجهي للسماء. النجوم أيضا تكمن في معسكرها العلوي. فكرت في الكون. ما هو إلا نظام رحب من الدلالات؟ ما هو سوى حوار بين كائناته الهائلة؟ إن حركاتي ونقيق الضفادع الشبيهة بصوت من شهر ورمشة النجوم ما هي إلا وقفات ومقاطع وعبارات مبعثرة من هذا الحوار. ما هي هذه الكلمة التي أشكل فيها مقطعة؟ من الذي يتفوه بها ومن الذي يتلقاها؟ رميت السيجارة على الرصيف فشكلت منحنا مضيئا لمجرد سقوطها، وتناثر منها شرر ضئيل ذكرني بطيارة ورقية صغيرة. سرت الهوينة لوقت طويل وشعرت بالحرية والأمان مع هاتين الشفتين اللتين نطقتا بسعادة بالغة
الليل حديقة مليئة بالعيون. عندما هممت بعبور الشارع شعرت أن أحدا ينطلق من مدخل بيت. رجعت لكنني لم أتمكن من تمييز أحد. أسرعت الخطى وسمعت بعد لحظات ضجيجا خامدا على بعد خطوات يخطو فوق الأحجار الساخنة. لم يرق لي أن ألتفت ورائي رغم إدراكي لاقتراب ظل يزداد التصاقا بي. حاولت أن أطلق ساقي للريح لكنني عجزت عن ذلك. تسمرت في مكاني فجأة. قبل أن أدافع عن نفسي شعرت بنفل سكين في ظهري وسمعت صوتا عذبا: إن تحركت سأدفنك في مكانك. وبدون أن ألتفت إليه سألته: ماذا تريد؟ أريد عينيك. أجابني صوت ناعم وشبه حزين: عيناي؟ وفيما ستفيدك عيناي؟ اسمع، أنا معي نقود كثيرة، ليست كثيرة بالمعنى المفهوم، لكنني سأعطيها لك كاملة مقابل أن تطلقني، ألا تقتلني. لا تخف، لن أقتلك، أنا فقط أريد عينيك. سألته مرة أخرى: وفيما ستفيدانك؟ ولماذا عيناي على وجه الخصوص؟ إنه طلب خطيبتي، ترغب في باقة ورود مزينة بعيون زرقاء، وهنا لا أحد له عيون زرقاء ولا أنا أيضا، فعيناي ليست زرقاوين، إنهما صفراوان. يبدو أنك تريد أن تخدعني، أنا أعلم جيدا أن عينيك زرقاوان. لا يصح أن يأخذ أحد عين أحد بهذه الطريقة. أنا سأعطيك شيئا آخر، لا تكن متزمتا. قال هذه العبارة بقسوة شديدة. فالتفت إليه فوجدته نحيلا هزيلا يغطي نصف وجهه بقبعة ويمسك بيده اليمنى سكينا يلمع مع ضوء القمر. ارفع وجهك. امتثلت لأمره وأشعلت عود كبريت وقربته من وجهي، فأجبرني لهيبه أن أغمض عيني قليلا. فتح جفوني بيد قوية، لم يسعه أن يرى شيئا، فوقف على أطراف أصابعه وتأملني بدقة. كاد اللهيب أن يحرق أناملي فألقيت بعود الكبريت على الأرض. التزم الصمت برها. صدقت أن ليس لي عينان زرقاوان؟ أنت ذكي جدا، أجابني. أشعل عودا آخر. أشعلت عودا آخر وقربته لعيني، فأمسكني من كم قميصي وأمرني: اركع على ركبتك. ركعت ممتثلا لأمره، فأمسك بشعري بإحدى يديه وشد رأسي للخلف ومال فوق صدري. كان مدققا ومتوترا بينما كان نصل السكين يقترب ببطء ويلمس جفني. أغمضت عيني تلقائيا. افتحهما جيدا، أمرني. فتحتهما بطاعة، فأحرق لهيب النار رموشي. فجأة أطلق سراحي: ليست عيونا زرقاء، عفوت عنك. واختفى. ارتكزت على جدار ما واضعا رأسي بين كفي ومستويا في مجلسي. نهضت بصعوبة فوقعت، ثم نهضت من جديد. شرعت في الركض وواصلت ركضي ساعة كاملة في هذه القرية المهجورة. وعندما وصلت للميدان رأيت صاحب الفندق جالسا كما كان أمام المدخل. دلفت دون أن أنبس بكلمة. وفي اليوم التالي قررت أن أهرب من هذه القرية. كانت هذه قصة باقة ورود زرقاء للكاتب والشاعر المكسيكي أوكتافيو باف، ترجمها إلى العربية أحمد عبد اللطيف. غدا مع قصة أخرى.
وقصص قصيرة. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.